السلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن النيزك الأكثر إضاءة. التقط العلماء صورة رائعة للنيزك الذي اخترق الغلاف الجوي الأرض واحترق على أطراف هذا الغلاف محدثا إضاءة هي الأكبر من نوعها التي يحدثها النيازك. يؤكد العلماء أن أهمية هذا الغلاف الجوي على الأرض وأنها يعمل مثل سقف نحتمي تحته من الأخطار التي تحيط بالأرض من كل جانب. وتصوروا معي لولا وجود هذا الغلاف الجوي الذي يحفظ الأرض من هذه النيازك وغيرها، فما هو مصير كوكب الأرض؟ إن الله تعالى هو الذي زود الأرض بهذا الغلاف ليحمي الأرض ويحفظنا. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياته معرضون. سورة الأنبياء آية 32. والله أعلم.